دايما الانجازات هي اللي نختم بيها. بالظبط. يعني الانجازات دي حاجه مهمه جدا، لان انت اصل الناس تقول لك ايه ده، حضرتك لسه بتقول اشتغلت 20 يوم. بالظبط. ف 20 يوم ده هو يقول لك الله، هو لحق الكابتن سمير يعمل اي حاجه في ال 20 يوم دول؟ لكن فخلينا نتكلم في الموضوع ده، نقفل بيه الحلقه، لان هو ده حقك وتستحقه. ولكن خلينا برضو في خلال ال 20 يوم دول انت اشتغلت وبذلت مجهود وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه ما كنتش رئيس اللجنه الحكام. بص انا هقول لحضرتك باختصار، انا لما تم تكليفي من كابتن ثروت سويلم قال لي انت بدايه شغلك من 1/9. تمام. بدايه شغلك من 1/9 مع الموسم الجديد. تمام. ليه من 1/9؟ عشان المعسكرات. انا ابتديت اعد المعسكرات بتاعت الاتحاد الدولي، كان عن طريق كابتن عصام عبد الفتاح، وبعد كده عملت المعسكرات اللي هي شغاله دلوقتي، اللي انا محدد مكانها اصلا كانت هتتعمل فين، وابتديت جبت سبونسر خاص بتقنيه الفيديو. تمام. عشان يبتدي يشتغل معايا. بعد كده بعت جوابات لجميع الانديه، جميع الانديه، عشان نقول لهم التعديلات الجديده الخاصه بقانون كره القدم، ودي كانت مجانيه من المحاضرين الموجودين في الاتحاد. أيوة. وبعد كده بعت الاتحاد الالماني عشان اجيب طقم سماعات، عشان انا فوجئت ان المباريات بتاعتنا كانت بتتلعب بست حكام. اما رحت اللجنه فوجئت ان في 4 سماعات بس بتنزل الملعب. مركز معايا في دي؟ اربع سماعات وانت عندك 6 حكام. فطبعا عندك في حكمين مش موجودين، في حكمين مش موجودين. فطبعا ده تهريج. فاول ما عرفت القصه دي ابعت. طب بتوزعوا ازاي؟ مين اللي ما كانش معاه السماعات؟ الحكم المساعد والحكم الرابع. دي طبعا ما كنتش اعرف غير يعني ايه الحكم المساعد الان. هم 4 حكام. كان عندنا في الثلاث حكام في الملعب، ثلاث حكام في الملعب، وحكم الخامس رابع. والحكم الخامس. حلو. وفي حكم رابع. حلو. الحكم الرابع ده ما عندوش سماعه. حلو. وواحد من الاثنين مساعدين. واحد من الاثنين مساعدين. طبعا دي مشكله. حصلت مشكله جنبه يشاور ولا كان بيعمل ايه بقى؟ انا بقى ما اعرفش بصراحه. فاول ما جيت عرفت ان هم 4 سماعات بس في المباراه، ومباراه فيها ست حكام، فطبعا ده مش شيء طبيعي. فبعت الاتحاد المصري وعرفت نوع سماعه معين، وابتديت ارسلهم عشان يجيبوا لنا 6 سماعات للمباراه. ما ينفعش عند 6 حكام يلعبوا ب4. يعني انتوا كنتوا برضو، معلش عشان النقطه دي كانت بالنسبه لي، انا بحس ان الحكم الخامس ده اهدار للمال العام دلوقتي بعد اللي انا شفته. مظبوط. فانتوا كان عندكم لسه الفكره ان انتوا تكملوا لما كنت حضرتك رئيسا للجنه الحكام، ان انتوا تكملوا بالحكام ب6 حكام برضو في الموسم الجديد؟ بص انا لو كنت موجود كنت هكمل ب6 بس لغايه ما يبقى في تقنيه الفيديو. اوكي. بس كان ليها نظام تاني. النظام التاني لازم الناس الموجوده دي لازم تركز، لان احنا شفنا بعض الاخطاء يا كابتن اسلام مش معقوله. يعني قصاد الحكم الخامس خطا واضح، مش محتاج ولا حكم محتاج خامس ولا محتاج مساعد حكم. يعني انت الحكم ممكن يشوفها من نص الملعب، بس طالما ان في حكم خامس قصاد الكوره كان لازم طبعا مش هشيل ماتش معين، لا في ماتشات كتيره جدا. عموما لا انا بتكلم بشكل عام. كان لازم انا كاهلي بتكلم على ماتش الاهلي وبيراميدز وماتش الاهلي والانتاج. هم الاهلي والانتاج. بس الاهلي والانتاج احنا كنا، حضرتك قلت الكلام ده هنا معايا لما كنا بنحلل، لكن بالزبط. انا بتكلم على ماتش الاهلي وبيراميدز. حضرتك طبعا بالمناسبه هو مين اللي عين الكابتن جهاد جريشه في الماتش؟ انا بص يا كابتن، انا كان مسؤول مني. حضرتك عيت حضرتك ثانيه واحده، لا انا هكمل عليك. بس حضرتك عينت كابتن جهاد جريشه